نشرة الأخبار على الحياة فم. العاشرة ليلا من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. الخارجية الأمريكية تؤكد بأن الانتخابات التشريعية في تونس خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي. حركة النهضة تحيي الشعب التونسي على موقفه الحاسم من مهزلة الانتخابات وعلى صعيد التنحية. القيروان 14 مترشحا يمرون إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وغزة الإعلان عن إنشاء بنك لحفظ قرنيات العيون يتبرع بها فلسطينيون بعد وفاتهم لصالح المرضى. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الجهوي، حيث انتهت مساء اليوم الأحد عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 22 2000، حيث بلغت نسبة الإقبال الأولي للناخبين على عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية السابعة بولاية القيروان 13.59% وفق ما ذكره عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان رضوان الفطنسيلي مفاد الأخبار الزبير العيارية. وفي ذات السياق، مر 14 مترشحا من مجموع 64 مترشحا إلى الدور الثاني الذي سيجرى يوم 29 من جانفي 23 2000، وتمثلت النتائج الأولية في دائرة شبيكة حفوز مجموع الأصوات المصرح بها 9631 صوتا، خليل الساقة 3889 صوتا، لطفي سعداوي 2116 صوتا، دائرة سبيخ الوسلتية عن جلولة عدد الأصوات المصرح بها 11536 صوتا، منها نبيل الحامدي 18041 صوتا، سالم نصر الله 1440 صوتا، دائرة الأعلى حاجة بالعيون مجموع الأصوات المصرح بها 10171 صوتا، وليد الحاجي 2113 صوتا، محمد علي سبوعي 1631 صوتا، دائرة القيروان الشمالية عدد الأصوات المصرح بها 6195 صوتا، أيمن نجرة 1280 صوتا، عبد المجيد الماجري 919 صوتا، دائرة القيروان الجنوبية عدد الأصوات المصرح بها 7405 صوتا، الطيب الطالبي 1691 صوتا، عمر النجازي 1633 صوتا، دائرة بوحاجلة عدد الأصوات المصرح بها 7874 صوتا، مختار عفاوي 2519 صوتا، لطفي غريبي 1277 صوتا، دائرة نصر الله منزل ميري شرادة عدد الأصوات 6636، كمال كرعاني 1376 صوتا، وبثينة بالحاج 1018 صوتا. أفادت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الأحد أن موقف الشعب التونسي كان حاسما في رفض المشاركة فيما وصفته بمهزلة الانتخابات لأنها فاقدة لأي شرعية أو ريان أو أفق، هذا فضلا عن حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة. وأضافت حركة النهضة في ذات البيان الصادر اليوم بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد ومن معه استغلال ذكرى اندلاع الثورة التونسية وتوظيفها في مشروع شعبوي مرتد عن أهداف الثورة وقيمها ومكاسبها، فرد عليهم الشعب بما يستحقونه، وكانت الصفعة مدوية وفق نص البيان. وحيت حركة النهضة الشعب التونسي على موقفه، وقالت النهضة أن الانتخابات المقرفة كانت استفتاء على شخصك وسيادتك الكارثية ونظامك القاعدية الذي لفظه الشعب بأكثر من 90% في خطاب موجه لرئيس الجمهورية قيس سعيد وفق نص البيان. واعتبرت الحركة بأن مقاطعة أكثر من 90% من المواطنين لهذا المسار الذي وصفته بالعابث تعني سحب الثقة من قيس سعيد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط. وطالبت سعيد الذي قالت أنه فقد شرعيته منذ انقلابه في 21 2000 بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيها. وفي ذات السياق، اعتبرت حركة النهضة أن هذه الانتخابات السورية فاقدة لأي شرعية، كما لا توجد أي شرعية لما أفرزته، ودعت إلى وقف هذا المسار العبثي وإلغاء الدور الثاني منها. وأدانت النهضة ما صدر عن فاروق بوعسكر من اتهام الانتخابات السابقة التي كان عضوا في هيئتها وتشويه لملايين التونسيين بعد اتهامهم بالفساد.
اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال أحيائها للذكرى الثانية لثورة التنوير بمدينة المنستير أن ما حدث يوم أمس في الانتخابات التشريعية هو عبارة على جريمة دولة، مشيرة إلى أن ثورة التنوير أعطت ثمارها لأن الشعب فهم أن المسار الحالي هو مسار خاطئ وأن المنظومة الانتخابية غير شرعية تهدف لتدمير المؤسسات والبرلمان سيكون دون صلاحيات مما سيؤدي لديكتاتورية غير مسبوقة وحكم فردي مطلق، مؤكدة أن الشعب التونسي عبر على عدم وجود انتخابات أصلا عبر رفض الانخراط في هذه الجريمة وفق تعبيرها. أفاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس اليوم الأحد 18 من ديسمبر الجاري أنه تم إنشاء بنك لحفظ القرنيات التي يتبرع بها فلسطينيون بعد وفاتهم لصالح مرضى العيون. وقال الدعليس في كلمة ألقاها في حفل إشهار البرنامج الوطني لزراعة القرنيات الذي نظمته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أنه قرر التبرع بقرنيتي عينيه بعد الوفاة وإنشاء بنك لحفظ القرنيات المتبرع بها من طرف الفلسطينيين. وصل اليوم الأحد 18 من ديسمبر الجاري وفد مكون من 5 أعضاء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، وذلك لإجراء مفاوضات جديدة مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وممثلين عن وزارة الخارجية. ووفقا لوكالة تسنيم للأنباء قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن هناك أملا واقعيا في أن يتم توضيح الخلافات المنبثقة مع الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة وحلها في طهران. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الخارجية الأمريكية تؤكد بأن الانتخابات التشريعية في تونس هي خطوة ولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي مع التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة. من جهة أخرى، حركة النهضة تحيي الشعب التونسي على موقفه الحاسم من ما وصفته بمهزلة الانتخابات وعلى رئيس الجمهورية التنحية. وغزة الإعلان عن إنشاء بنك لحفظ قرنيات العيون يتبرع بها فلسطينيون بعد وفاتهم لصالح المرضى. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.